فعلا تجتاحني أشواق لا أعرف ما هي بالضبط، فلا تسألني عن ما جرى، كان عيدا وانتهى، كان كابوسا وانتهى، كان ما كان وانتهى، لا يهم ما حدث وما لم يحدث، فنحن لا نملك غير لحظتنا هنا والآن. لالا زين اسمحي لي، ما شفتك شيء. ماشي مشكلة مداني، زيد عاد. ما يمكنش تقدم قدامك، اللي فاهم دابا وتفضلي. ماشي مشكلة مسيو مراد. سي مراد مع السيد المدير، مشي نعيط ليه؟ لا بلاش غي يلاه. اش فيها؟ نمشي نكلمو لك. السي مراد. مالك في الهضرة بزاف، زيد اسكت وهنينا. زيد هنينا واسكت. ياك؟ تستاهل المدني. زين صباح الخير. صباح النور. انت عطيله ناري غير خلى عليك حتى نحسن داخله من الباب الكبير. سول عليك مرة ثلاثه د المرات. ناري فكرتيني نسيت ما عيطتش على ود لا كوموند ديال الورد. وي الو. وي خويا عافاك وجدتوا لي ديك لا كوموند ديال الورد. وي انا زينب ديال لو ام سويت اند كو. الهوتيل ديالنا سميتو لو ام سويت اند كو، تلقى مزيان لو ام سويت اند كو. كنقول لك دائما استعمل الباب ديال بيرسونيل بصراحه ما. من بعد نتفاهموا على هادشي. شفتي لاصال واش واجده ولا لا؟ لا مازال كلقيتيني، يلا غنمشي نشوف. انا شفتها ناقصينها كراسه. ما يمكنش انا كنقول لك دائما يكون عندنا ان ايفيرمون نكون هنا بكري. شافقين اخر مره نشوفك لابسه سبرتيله لبسي الطال. شوفوا الزين كي داير نهاري معاك يدوز كيلويل. وصفوني الصبر لقيت خايا كلام في ال لا عرفتي ايه تعيش بزاف. مالك شنو عرفتي الخدمه؟ كون غير كانت غير الخدمه ومراد هذاك بنادم ما عرفتش اش كيفاش داير. تخيلي اللي طلع له غير عليا. ايوا لا بركه ما تصر فيه. اش غندير المدير ديالي؟ انت مديري ترى عندها حدود وانت ماشي عبده عنده، سمعتيني؟ وخرج فيه عينك مزيان. ماشي هو هذا المشكل. وشنو هو المشكل؟ اغلب الوقت يكون عنده الحق وراك عارفاني ديما تالفه. بركه ما تنقص من راسك. وصفوني وصفوني الصبر لقيت وصفوني. انت يا لالا بوكيت فلوغ العاشق الاولى اللي باقي ما بغى يبان بحال ديما ما كاين لا كارت لا سميه. لوحيه تما عاودي على لوحي الورد. الورد كيتلاحى صاحبتي. ناري يا بنات ناري يا بنات واحد البوكوس كنموت ديما ميته. بغيتي تقولي فين خدامه في الاوتيل؟ غير التفاصيل يا صاحبتي.
اي هي 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 الورد مقيومه عليه غاليه، كون حلك شي كونط في لابونك وندير فيك خير. والله عيلة وكون غير عرفنا بعدا شكون هاد العاشق الولهام. الا لا ما بغيتش نعرفو. عرفتي فاش فكرني هاد الشيء؟ فاش؟ فواحد الفيلم كان داز مؤخرا. هداي ناري على مسمومه. واحد الفيلم كان داز مؤخرا في دوزام. العقباليك. ويا العقباليه ماشي ليك. الا لا هذا البطاله كان ديما تيوصلها الورد، وفي الاخر طلعت كتعرف اللي كيصيفط لها الورد. صافي بارك عليا من الطنز ديالكم، واخا انتم عارفين عندي السهره اليوم، تمشيو معايا؟ لا 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 اختي انا خصني نمشي نعس ميت ايا. في الحقيقه انا باغا نعس بلا ما ناكل كاع هاكي. علاش شنو كنتي ان شاء الله كديري دابا؟ هكا ماماك كل 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 عليا. بسم الله عليا واكون كان غير كيبان عليا فاكم العمى. مزيانش تاكلي بالليل، راه قلت لك ما مزيانش تاكلي بالليل. عرفتي صباح عندك دك تقولي وكره العصا. سلوى واصل وحيد التليفون اسمعي لي راني كندوي معاك. راه سمعتك صاحبتي وفهمتك شنو بغيتي تقولي. وشنو بغيت نقول؟ انا باقا ما قلت والو. مالكي دابا؟ الليل كامل ما نعستش مزيان. علاش برزتك الناموس؟ ناموس نيت توا مسموم بحال شي ناموسه. شكون؟ مراد 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 مراد. فين ما غمضت عينيا كنحلم به. بحال شي بس محمراحين وما فيها بس. على الاقل كتحلمي بواحد بوغوس. بوغوس ياك ما انت وليتي من دوك البنات ديال لوطي اللي فين ما كيشوفو تي لا لا اختي، ولكن السيد عنده ما يقول. اي والله يطلق به. امين. كما كتشوف البلانينغ ديالنا 3 شهور جايه كامله عامر، يعني حنا الطوب الحمد لله. عيطت لك يا سيدي العزيز باش نقول لك ان لاشين ديالنا قريبه تفتح اوتيل من افخم وادخم الفنادق في المنطقه. مبروك يا سيدي، خبر مزيان هذا. معلوم طبيعه الحال سير المدير الجديد ديالو. عرفت كتغلط يا سيدي، هذه مفاجاه. تكلمت مع السي الزماني عليك وشكرت له الكفاءات ديالك وما لقيناش محسن منك، انت المدير. مبروك. كيف هو المدير الجديد؟ كيفاش كيفاش؟ انت هو المدير لحد مجموعه الاشياء. اولا عزيز عليا، ثانيا كنحترمك، ثالثا كتخدم مزيان اللي خصك تجازها. شكرا بزاف سي عزيز. لك وليدي حقي حقه، انت واحد السيد خدمتي معنا من نهار التحقتي بينا، الشيفر دافير ديالنا طلع وطلع الفوق. خدمتي بالنهار خدمتي بالليل، كرستي حياتك صحتك، جا الوقت فين تكافئ. انت عارفني مع الخدمه، انا كندير خدمتي كيما خاص دير. انا عارفك ما عندكش معها هكذا، ولكن انا نقول لك الصراحه خصك تعرف على ان هذا الاوتيل كبير، كيخصو مدير من الحجم ديالك، كله طاقه كله حيويه. اما باك عز الدين هالعار لقى شي حل مع هادي. شكون هادي؟ الخدمه مع مع مع, مع البلاصه اللي فيها. انا كبرت يا ولدي مراد، انا كبرت ماشي بحالك انت. الرئيس المدير العام ديالنا كيفرض وكيكزيجي على كل مدير التحق بنا انه يكون مجوج. انا ما نكذبش عليك، انا شكرتك، انا كاع داكشي اللي فيك واللي ما فيكش قلته. نتمنى انه مؤقتا يتجاوز هذه المسألات. ولا ما تجاوزهاش؟ تجاوز انت، تجوز انت وخليني نبقى تنشوف واش غندير معاك. نهار كبير هذا سي الزماني، قسما بالله الا كنت وحشك استاذ، لدرجه انني شي جوج مرات تقريبا حلمت بك. وسيدي رد انا هذا هو اكثر اوتيل ديالي اللي كنرتاح فيه. الحمد لله شرف ليا كبير هذا استاذ. تبارك الله عليك.
راه غير الاشغال هي اللي داهياني. الله يحسن العوان. تبارك الله عليك، توجور اليغون، توجور سوغيون، توجور اكويون، عندي ما سامحش. يا زعماني الله يخليك، هذا تعلمناه منك. كيف يقال انني مدير ندير وطيل اللي تبع الشبكه ديالك وما نكونش؟ هذا قليل في حقكم نعمست. تبارك الله عليك. سي مراد. وي سي مراد. سي زعماني مرحبا بك. الاشغال ديالك كنبان لي هائله تبارك الله. عندي لك شي خبر قريب ان شاء الله غادي تسمعو ويعجبك. جيت فور فوتخ ديسبوزيسيون سي زماني. داكوغ، قول لي مراد. تنجوج يا سي زماني. ها سي النجيجة. اهلا سي زماني. مرحبا. مون اسيستونس اوليفيا. تري بيان. سيدي شرف انك تختار الوطيل ديالي باش تلونسي ليفينمون ديالك ديال لوفيرتور ولا لونسمون ديال لا فيليال ميلتي ناسيونال وماروك. سيت ان غون بليزير بور موا. شرف لي انك استقبلتوني شخصيا ونتمنى ليفينمون ينجح. العفو العفو العفو، سي لا مواندر دي شوز دونك. تفضلوا. مرحبا مرحبا والف مرحبا. قول لي واش كلشي على احسن ما يرام؟ أكون هذا راه اللي ما خبرش انت هو الناس الناجي والسي زماني راه هكذا موس واحد كيذبحهم بجوج وياك وياك كون هذا تبارك الله عليك. كل شيء مزيان ياك؟ كل شيء مزيان وقف على كل شيء بيدي ما تخافش. السي زماني بيدي جي ديالنا نو شفتوه؟ شفتيه؟ شفتوه؟ سي نجار شي؟ وي بيان سور. سي بوات مهمة اللي خصنا نتعاملوا معاها. ما تخافش كلشي غيدوز مزيان، كون هاني. أولا لك؟ ديري خدمتك. اوكي. مسيو ناجي، بونسوار. بونسوار. أنا زينب، ريسبونسابل دو ليفينمون. آه. جيسبيغ يكون كلشي عاجبكم. نو بصح، جو تو فيليسيت سانسيرمون. L'événement a été kiff max quand tu m'as. Merci beaucoup. Presque aussi réussi que les événements qu'on a organisés dans le monde entier. D'accord. C'est vraiment la chute de confetti, on va dire qu'on est extraordinaire. De la chute de confetti. Ah oui, vous l'avez préparé, j'espère. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Excusez-moi. Bonsoir tout le monde. Equipa est une filiale multinationale ouverte. Allo Tariq, كتسمعني؟ Tariq انت اللي تقدر تصوفيني. خاصني ضروري قرعه ديال الاكسجين باش نخدم لا ماشين ديال الكونفيتي. عافاك Tariq شوف ليا. انت ما صبحتش كون عندك. Tariq كنقول لك دابا ماشي غدا. يمسك وفين نقدر نلقاها؟ ما عرفتيش عند بنا Tariq. لا لا والله. اوكي صافي صافي Tariq شكرا شكرا يلا بسلام. Allo. Essence médecin. بسم الله. السلام عليكم اختي، عيطتوا لينا على قبل واحد المريض. وي سيدي انا اللي عيطت لك. عافاك سيدي محتاج ضروري الاكسجين باش ندخل نخدم لا ماشين. كنتي ممكن نشوف المريض ديالنا؟ سيدي ما كاين حتى شي مريض، غير فهمني ضروري محتاج الاكسجين باش نخدم به واحد لا ماشين على ود الكونفيتي. هذيك اللي كدير بحال هكا عرفتيها؟ اي عرفتها، كازات تفلي عنا معيط. واش تطيح على راسك؟ عافاك سيدي عافاك، الله يرحم بال والدي. لا وقيلا ستي طوال شي تعيط. Bonjour, c'est moi. Bonjour. Bonjour. Je vais te faire commande de l'attaque. Où est-ce que je m'attends à l'intérieur? Je vais te faire une barrière dans la physique. Je vais te faire une barrière dans la physique. Ah, dommage. Elle est-ce qu'il y a une mouchkille? Je vais te faire une barrière dans la physique. C'est la commande. Elle a besoin de talab. Besoin de nous, je vais te faire. Ah, ça fait une clé avec le paquet de sel à Khatrak. Ok, merci. C'est moi. صيفط لك واحد لانفيتاسيون فيسبوك ما شفتهاش؟ لا 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 ما شفتهاش. وصافي انت عرفتيني. نتمنى نرجعو دابا مرة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله سي سير. سي عزدين ليفينمون تاعي مريوسيت. ميرسي بوكو. الحمد لله شرف لينا كبير والإدارة ديالنا وحنا أ فوتخ ديسبوزيسيون. إن شاء الله دوغين أفون لي زيفينمون ديال الشركة كاملين غيكونوا عندكم هنايا في لو إم سويت عندكم. إي بان سي أن أونور بور موا أون فان بور نو توس. تو البليزيغي بور نو. سان في بليزيغ. مرحبا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. مراد تو فيدو ليكسيلون تخرق الله عليك. ميرسي سي زمان. ديالك غادي توجد لي راسك أنت والمدام.
باش تنقلوا للهوتيل الجديد. ولكن لا 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 هذا ماشي انا ما قلتش قبل منك. هو باش يمشي باش يحيد من هنا لنا الفصل الكبير معنا تقريبا. ابو اون بليس لي لويا بيان سور ابسوليمون. قول لي يا استاذ ما حدك هذا الله يخليك لا ممكن تمشي معايا المكتب عندي واحد الامور صغيره في اطار العمل بغيت نناقش. شنو طالب انت؟ في اطار العمل. اسكو تو سي كو تي لو بلو شوي دو مي ديريكتور؟ نو سي حبس عليا الطلب قلت له جاسي مبارك صافي شكرا الله عليك تفضل. جاوزيني لي كونفيتي ياك كنت درتي الخدمه ديالك على الاقل وحتى جيتي في امبيرونس لونتير باش تاخذي قرعه ديال الاكسجين ولكن انا نورمال مش كملي الخدمه ديالك تسني اللي بغا نهضر معاك سيري دابا داري ديزانستالاسيون رجعي القرعه للموالاه هنا قلبي زينب زعما هذه الاغنيه اللي كتعجبك مالك الا لا مالك اسمح لي سعاده مبرسطه بزاف مشيت فيها عاوتاني مراد قولي لالا شنو وقع تاني هاد المره جرى عليا جرى عليك بصراحه مازال ما جراش عليا ولكن وقعت واحد التخربيقه اليوم في الخدمه قال لي ما داو جاب كلشي داز مزيان ولكن مراد في الاخر عاقبيا وقال لي بغيت نهضر معاك في فان جورني ما قال حتى حاجه بغى يشوفك في فان جورني وراه ما عندوش الحق يجري عليك حيت كاين واحد الحاجه سميتها قانون الشغل عنده الحق سعاده سعاده انت كتعرفي مراد اكثر مني وقبل مني عارفه باللي يقدر يخلق اي سبب باش يجري عليا حيت كنعرف مراد اكثر منك كنقول لك غير كلمه دوا بصافي يلا ما هنيو اي بدليل مداني كلم لي مراد كاش مرقدي السي عزتي راه الا كتفهم الدارجه راه قلت لك كلم ليا مراد مراد طفرتيه دابا انا ما كنعرفش نقول مراد قسما بالله ما تكلموا يا الا بقيتي كدور انا نكلم مراد يلا سامو جاي دابا شكون راه ديك الله يخليك سيستين ها سي مراد اه شويه قلنا الاول سي عزتي وشي حاجه مهمه ايه نسيت كاع ما قلت لك هو قال لي صافي المدارس كس لا لا اسمحي لينا خليتي سي عزدي نعم علاش ما خليتيش نقول سي زماني بلي انا مزوج في الحقيقه ماشي مزوج كتفكرش نتزوج خطره تبارك الله عليك تبارك الله عليك داكشي اللي كنبنيه كتريفو انت يا سير بلاص مخليني كنشكر له في الذكاء الخارق اللي عطاك الله وفي الاخر جاي كتقول لي هذا الكلام كيفاش ما فهمتش انا اللي مبغيتش ندي معاه علاش باش نخلي لك واحد الانترفال واحد متسع فين تفكر في الحل باش نهار يبغي يدوي معاك تكون عارف اش كتقول اش من حل سي عزدي سي زمان رشرت لك طلب امبوسيبل ديرو لي هذا تضيع من بين يديك فرصه عمر مستقبل ظاهر وغادي يجي واحد الوقت اللي ما تلقاش وغادي تبكي على ايامك وما تجيش على قديك ساعه اوكي نفترضوا مثلا دابا انا بغيت نتزوج فين نلقى هاد المراه بتزرب هذه تزوج بيا انا؟ اه بغيت نتزوج بيك ما فهمتش علاش واش كتبغيني؟ بغيت نقول ما عمرني كنت صور لا 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 الموضوع ما عنده حتى علاقه بالتخربيق كامل انا ما عنديش معاك خصني ضروري نتزوج شفتي كنتي انسب وحده انا انسب وحده؟ شوف يا زينب باش ما نكذبش عليك بزاف ديال الديفوهات مسرعه متهوره طايشه بعض المرات بزاف الحوايج كانت ميزة واحدة مهمة بزاف كتأدابطاي مع الظروف والتغييرات وهاد الميزة هذه هي اللي باغينها في المرأة ديالي فهمتيني زين؟ فهمت مزيان تزوجي بيها؟ لا لا؟ لا مزيان بصراحة عجبني بزاف ولكن متأكدة بلي ما غاديش يدبروا لي لي غوص في يومين حشومة زينب بعمرني ربيت لك شي حاجة ما عجباتك شوف صراحة لا خدمتك متقونة نسي عزدي باش هاد القلب الكبير شكون مولاه شكون مولاه واعد الحب وقلنا نحتفلوا بلي كليون شويه فكره هائله فكره غزاله عجباتك بعدا معلومه بنتي واش كاين شي حد كيكره الورود بيان سور لا اسمح لي عافاك خصني نمشي باش نكمل الخدمه معلوم لي زوبليغاسيون دابور الا ممكن عافاك نمشي وباش نكملوا لي فاكتور تفضلوا تفضلوا
عاوتاني الورد. صباح الخير، صباح الورد، صباح الياسمين. بركة 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 صف، ما بقيت باغا لا نشوف ولا نسمع ولا نشم الورد. علاش يا سعادة علاش؟ راه يوميا كنستقبل دي بوكي د فلوغ حتى داروا لي لاليرجي. يقدر يكون معجب رومانسي. رومانسي اش من رومانسي؟ اش من رومانسي؟ اهدي اهدي اهدي. شوف انا داكشي ديال الافلام الهنديه راه ما عنديش معاه. الله يخليك عز. بون شكرا. قال لك رومانسي. سعاده عجبك مومير دو روز؟ علاش انت هي مولا تهدف عليها؟ حميد ماشي عافاك بغيت نسولك واش جيتي حتى لهنايا؟ جيتي بعدا مسيو عز الدين عجبو حيت هو رومانسي ماشي بحالك. سبحان الله يرضي عليك انت عزيزه عليا وكنبغيك بقلبي. اليوم غنطعن في كلامك. انا عمرني ما كنت رومانسي ولا كنحمل نسمع. شتي ملي كيقولوا كلمه رومانسيه في الاخبار كنطفي التلفازه. مال هذا؟ ما فكرنا بشي حب قديم مع عيد الحب بحال اللي كتشوفي معايا. هلا هاي مالك حتى انت؟ خاصني نمشي حيت خاصني نكمل شي خدمه ديال الرد. يلاه بسلام عليك. مال هادي عاوتاني؟ سعاده مال زينب؟ ما نعرف قالك عندها شي حاجه بوغ دوما ما فهمتش. هانا هالبوكي ديالك ولا نارجة؟ ولا لا سلوى هالبوكي ديال الورد ديالك. انا هو زين هادي ولا ليا انا عندي اسبوع. ايوا وشكون جابو؟ شكون بغا يجيبو من غير هذاك خضر العينين؟ ياك تيجيب لك السلعه ادم هي ورا قلتها ليه؟ اش قلتي ليها المدام؟ وحالي عجبك شتو كيسخر لي انا كي جبتك الرباطي من عرس البيرك وتستاهلي. شكرا على المدام. شكون هاد ادم؟ هاني مشيت لخدمتي. ولادو مالهم؟ سلوى فين وصلتي ساليتي؟ دخلنا عليك بالله واش ما لقيتي ما يدار؟ قلتي اجي نكرف السلوى. ناريه صاحبتي شحال فيك ديال نكير وهادو غادي كادو سامبوليك بوغ لي كليون صاحبتي. حبيبه ديالي اش كيعطيونا حنا هاد لي كليون هادو باش نديرو لهم دي كادو في سان فالونتان وانا مسكينه وريضه وحده ما جاتنيش. كنحيط على قدو قدام الباب كل ورد تقدري تاخدي منه اللي بغيتي. لاله غير هنينا. هاي 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 ايوا انت لاله جاك بوكي هذاك ما ديالش عطاتو لك سعاده. انت كتشوفي وسربي سربي تلقينا خلاص خلينا نسالي ودغيا. انا ساليت هزي عليا باجاجك خليني نمشي لابوتيك. ياك لاله وما قلتي عيب اصلا شتي علاش كنحماق عليك؟ حتى انا كنحماق عليك. الو ادم صافا؟ شوف اخويا عافاك ما تعاودش تعيط ليا وما تبقاش تصيفط ليا لي بوكي د فلوغ. انا بنت محترمه وكنخاف على السمعه ديالي. تنسيش طرحنا في الفندق مسيو عز الدين فوالا فوليان مروجة حركة شوية في البوتيك اليوم. القضية زاهرة مسيو عز الدين كلشي كيتقدى لي كادو ديال سان فالونتان. الحمد لله. وشنو كيتمشى في هاد سان فالونتان؟ وفي الحقيقة كله شنو كيبغي مثلا كاين اللي كياخذ الشوكولا بون كاين اللي كياخذ لي فلوغ كاين اللي كياخذ لي نونوخس ولكن بزاف ديال الناس داو هادي. هادي يعني هادي هادي علاش بالضبط هادي؟ حيت فيها قليب واحدة مسيو عز الدين. نخلي لك وحيده؟ لا 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 غير من باب الاستطلاع كنبغي نعرف شنو كيتباع في هذه المناسبه اللي هي زوينه من سان فالونتان شي حاجه ما ساهلاش. قول لي هادي تكون زعما احسن من الورد. ما فهمتك شنو بغيتي تقول يا مسيو ستي؟ الغي والله ما فهمتك والله تتنساي صافي تلتحقي بيا القاعه لان زينب اليوم عندها الحفله. غنمشي نجيب الساك ديالي. جيبي الساك ديالك يلا سبقي سبقي.
يلا ولا شوف بشويه عليك تاكل ولا شي حاجه غير بشويه سدي كوريكتومون وطيح الضو ويحمي عليا القاعه هاني جايه وسي الدين ومرحبا بكم معنا كنرحب بكم في هذه المناسبة الجميلة لا سان فالنتين عيد الحب الحب كلمة قصيرة لكن معانيه كبيرة وكبيرة وكبيرة فقبل ما نمر لمرحلة الغناء اللي كتأديها الفنانة والنجمة المتألقة سعادة يلزمنا نوقف وقفة احترام وتقدير الفنان من عيار ثقيل الفنان والنجم المهدي محبوب واللي فيك هو أن الاسم ديالك بحالك من أنت اسم على مسمى أنت محبوب وسميتك محبوبة بحالك بحال للا سعادة حتى هي إلا سمعتيها كتحس بالسعادة وإلا شفتيها كتحس بالسعادة وإلا سلمتي عليها كتكون أسعد نخليكم مع سعادة الفنانة المتألقة عاود فيك أدخل حالها Joyeux Saint-Valentin. عندك ما تقولي لي شفتك من بعيد ولكن واخا هكاك عرفتك قالت لي ماما غتكوني خدامه في شوتال هنا في مراكش ولكن ما توقعتش غنتلاقى معاك سولتي عليا وراك عارفه ماما كيفاش دايره كاع اخبار الجيران كتجيبهم اخبار الجيران ايوا الله يجازيها بخير ايوا كي جاتك مراكش لو ترافاي لوتيل كلشي مزيان زوينه عجبني الحال و ولفت هنا plus important. Bien sûr. Vous m'avez pris de moi ? Où est-ce ? Où est-ce, gars ? Je trouve que c'est un peu de temps que j'ai pris de moi. Non, mais c'est ça. Je veux dire que je n'ai pas le temps de faire ça. Je veux dire que félicitations. Merci. Pardon. Merci. Moi, je connais un Saïd, un peu de temps que je connais, mais je connais un ami. لا لا ما كتعرفوش تلاقيت معايا هنا في مراكش خدام معايا هنا في الوطن وي جيسبيغ شي نهار بقاو شي وقت وفري ليا تقدمي ليا كاين غير وراك شنو سميتو مراد مراد ياك وي مراد فيليسيتاسيون مبروك قالت لي زينب راه انت وياها غادي تزوجوا طيب انتو مهدي محبوب والله ما قادره نتيق زوين وبوكوس وعندو الفلوس ولكن البنات راه فيه العياق ديك الساعة ما كان لا شهرة لا عياقة كان مازال كاع ما بدا يمثل أصلا شي صحبة ياه في سنين وحنا عايشين في دار وحدة عمرك ما قلتي لينا هذا الشيء وما جابتش لا هضرة لا ظروف أصاحبتي ما علينا ما علينا قولي لنا مراد أشنو دار وشنو قال عرفتي غير خلاها على الله المهم هو سلم عليه قال الله يبارك فيكم شاء ولكن كاين واحد المشكل البنات شنو مهدي انسيت غدا باش يعرض عليا انا ومراد الغدا قال لك لا باش يبارك لينا هو صافي مشيو كاملين واخا ديو سلوى وديك انت ودي المداني قلت لك اللي كيصيفط لك الورد كاع
فكرتي وني ما تحمقاش. اسمع على ذكر الورد، صاحب منار مابقاش كيصيفط لي الورد، صيفط لي واحد التويشيه، واحد التويشيه ديال الديكوراسيون فيها قلب. فيها القلب؟ كيفاش عرفتيها؟ لا راه بصح واش فيها قلب؟ والله الا فيها القلب باش عرفتيها؟ وغير حيت سان فالونتان يوم البنات وصافي. مالكم؟ والو. صباحك زين. صباح الخير. مرات بغيت نهضر معاك. يلا ندخل داخل. لا شو نهضروا في بلاصه اخرى. عافاك عافاك مراد. شو عز الدين خصنا نعيطوا للبوليس. صبحنا على الله. قولي صباح الخير، رانا مدير راه بوتيك تسرقات. اشنو غادي يكونوا داو كاع من هاد البوتيك؟ كارثه كارثه. مسيو عز الدين داو قليب واحد. ما كنضحكش معاك، يا اما غتعيطي للبوليس ونتخلعوا بجوج، يا اما تقولي لي قليب ونضحك انا وياك بجوج. راه حتى انا كنهضر معاك بصح، داو قليب واحد بالحق. انا عرفت شكون اللي شفر. ياك ماشي حد من هادو اللي خدامين معايا وكنعتبرهم بحال ولادي ويطعني في الظهري بالخلف بالموس. ها سعاده هي اللي دات لك القليبه مسيو عز الدين. يا كامل الورد. انا مزوق لك في الله الا ما استريني. يا كتقولي لي بلي انا دائما كنشبه لعمك. عمي؟ شتي كيفاش كتقولي دابا؟ عمي ديما مي بحال الموسيقى. مي عمري ما نقول لك حيدها. اذا انت اللي كنتي كتصيفط الورد. انا كتعترف بلعصا نقر. يلا جاوبني على واحد السؤال. يلا كتبغي سعاده؟ كندوب وهي حدايا، كنت شرشم كنت فرتت كنولي ورقه. قولها لي يا صاحبي انا على هاد الدراما كلها. ايوا شويه ما تغوتيش درنا المدير. من غير المرحومه الزوجه ديالي اللي كانت في نفس الوقت بنت خالتي، والله مسكينه فاسحه الجنات في هذا النهار. ما نقدرش نتجرا ولو باشاره ونتكلم مع شي بنت الناس. انا مريض، انا معقد، انا عمك. انا بعدا وليتي كتبان لي في البيض والكحل. كيفاش كيفاش شوف انت؟ اجي سير مداني. جابك الله، انا كنعرفك انت معقول عندك غيكود ياك. كي كنجيك انا غزة وفي العشية. شكرا خويا. انتوما هذيك تعرفوا بعضياتكم من الصغر. دارنا كانت حدا دارهم في كازا. قبل ما يمشي يشارك في المسابقة ديال التمثيل كناش كنتفارقوا بصراحة. ما كناش غير صحاب ولا جيران، كنا صبروا بعد ياسر. كمل لي كنسمع. فاش مشى لبنان على ود باش يشارك في المسابقة ديال التمثيل قال لي غادي نرجع وكل شيء غادي يتبدل، حياتنا غادي تتبدل. بصح تبدلات. في الأول كان كيعيط، من بعد ملي ربح المسابقة جاو عروض ديال التمثيل وديال الإشهار، حتى الجواب مابقاش كيجاوب. ونهار على نهار حتى داز دابا بخيسك سانكو. خمس سنين وانت كتسناه يرجع باش يديك معاه، ما رجعش. نهبال ديال البنات. المهم أنا جيت اليوم باش نقول لك سمح لي بزاف على داكشي اللي وقع البارح. ملي شفته صراحة تخربقت، مابقيتش عارفة ما ندير ولا ما نقول. ولكن غادي نعيط له اليوم باش نقول له غير كذبت عليك. لا 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 بالعكس قولي والو. صباح الخير. بونجور. سلوى. وي هذه لا كوموند جديده. السي ادم قال لي خصني نوصلها لك اليوم. بصح كنت كنتسنى هانيت. غير هو علاش ما جاش؟ علاش؟ ياك ما نعيط عليه ولا ندوزو ليه؟ لا 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 بالعكس شكرا. مرحبا. ميرسي. مرحبا. سيل فو بلي اسكو سي فيرمي. ديزولي مدام. Thank you.
مهدي ممكن ناخذ سيلفي معك؟ بك بليزير. كتعجبني بزاف. فكرة هيك هذا الفيلتر. شكرا بزاف. كاين مشكل. سمح لي بزاف ولكن ما نقدرش نخسر الخاطر اللي فات جاي. بطبيعة الحال. تبارك الله كتبان عندك الخاطر. لا ماشي قضية ديال الخاطر، هو اليوم مع هادشي ديال لي ريزو سوسيو يقدروا يما يطلعوا كيما يهبطوا، دونك ما عليناش. باقي ما قلتش لي والو، تما كتشوف كيفاش كتعرفوا فين تلاقيتوا؟ فين تلاقينا؟ تلاقينا في لوطيل. بيان سور راكم خدامين بجوج، ولكن باقي ما فهمتش لا ناتور ديال الخدمة ديالك كيفاش دايرة. واش بحال كتنظمي حفلات؟ وي كتنظم حفلات. لكن حفلات ديال لي مليون دو ديرام. لي مليون دو ديرام؟ وي. باغ اكزومبل الحفلة اللي كتوجد لينا دابا البيجي ديالها 5 مليون ديال الدرهم. بخير. وي. بزاف. سمعتي بلي الشاب ديمو غيرجع من بعد 5 سنين ديال الغياب على الساحة الفنية. كيعجبني بزاف هذاك الارتيست. وي واعر. أول حفلة غيديرها عندنا في لوطيل. وزينب هي اللي مكلفة بها. برافو زنوبة. بصح من شحال هادي وعندك هاد لومبيسيون هاد لو سونس ديال لا بريز دو ريسك. إلا عقلتي واحد النهار فاش كنا نتي اللي خديتي الدبلوم. بارك. اسمح لي؟ بارك زعما مال الهضرة على الخدمة وعلى تكلموا عليك شوية لا؟ أنا اش غنقول لك، أنا حياتي عادية بزاف من بلاطو لبلاطو لي فانز والنوبة ما كليتي والو. وي ما كليتش والو. مهدي غادي يمشي عنده شي خدمة. اوفون مريح. وي ميرسي بوكو حيتيتي معايا. عادي كاين شي مشكل بالنسبة للحفلة ديال الشاب ميمو؟ شنو مبقيتيش بغا تكلفي بها؟ لا بالعكس، غير هو بالنسبة ليا فاتي اللي مكلفة بها. دابا انت اللي مكلفة بها. واو شكرا بزاف على الثقه ديالك. ولكن زيري معنا، انتي عارفه لاطيره ديال مراكش كل ما هي غير كون هاني. تستاهلي كثر واخا مخاصم معاك. علاش؟ عرفتي شحال ديال الدواء هادشي لينا؟ حطهم غير في الكوفر ولي مستافد منهم. ما كنعرفش فين مشيت كنحط حوايجي. شوف ليش كنتمنى ما بقيتش ما غاتمشي ليش حاجه. دونك بغيت نمشي نجيب لها البوليس. سلوى مالك يا هاد البطاره مسكين مالها؟ ياك ما مشى عليها وخلاها حتى هي ولا هي اللي قالت ليه بعد مني. ايوا هي اللي دارتها بيديها. انت علاش تبقى فيك؟ وهي قالت هكاك غير حيت خافت لا تعلق بيه اكثر. كتبغيه وخايفة منو تخربيق صاحبتي. زينب هادشي ديال الحب انت ما غتفهميش فيه. واخا طبيبة القلب سمحي ليا. وقولي ليا بعدا كي داز الغدا. ماشي بزاف باش باصني خليها حتى شي لبس. اوكي صافي هاد لي بغيت. مهدي محبوب ظريف باش نتصورو معاه ندمنا. اختي مهدي مراد حبيبة ديالي. مراد الغزالة ديالي مراد. صباح الربح والفلاح والنجاح. صباح النور عزتي. كيف صبحتي؟ الحمد لله الحمد لله. بغيتيني نصبح بحال ديما؟ ايوا سبحان نبيت نفشان وصبح نفشان. ياك ما محتاجة شي حاجة؟ محتاجة امري نهرب من كحل الراس. انا شعري بيض، علاش غتهربي؟
كرهت الصباغه. والله ما كان صبغه يا سعاده. شوف ما فهمتينيش يا عز الدين. شو عز الدين؟ صباح الخير. صباح النور. صباح الخير بنتي. يا قلت لك ما تهضرش معاها. شفتيني؟ ما تقربش ليها كاع. قدرتش يا بنتي ما قدرتش. كان عايا من تملك في اعصابي ولكن القوائم ديالي كيديو كي كنقرا سحدها. عمي راه بغيتي تسطيني. اه ماشي انت اللي غادي تسطيني، ماشي انت اللي ضدي. واش انا جدك باش تقربيها ليا ولا تبعديني عليها؟ ياك ياك مسوع الدين. نقول لك واش عمرك سمعتي داك المثل اللي كيقول الا هربتي منه راه غيتبعك، ولا تبعتي راه غيهرب منك؟ هذاك المثل مديور ضدي، هذاك اللي كتبو عارفني غنتلاقى مع سعادة وبغى يحطمني. انا مزوج لك في الله، انا مريض، انا معقد، انا عمك. المهم هاد الخطة هاي اللي فشلت على الاسف. غنفكر لك شي حاجة اخرى. مستقبلي بين يديك يا بنتي، مستقبلي بين يديك، وكان وعدك وعد شرف. غادي نرقيك صافي. عوجي عوجك زينب. وي مراد قريتي شنو قال مراد غادي يشربني؟ لا مشاو الاوتيل واحد اخر. لا ما يمكنش، اكيد كاين شي سوء تفاهم. هادشي بغيت نعرف، جبت ندير كونفيرماسيون نشوفها. ما عنديش كونفيرماسيون مكتوب. اه عندك مايل جبتيه؟ ما عنديش مايل، عندي غير باغ فوا اورال. فين عمرنا زينب كنخدموا بالشفاوي؟ دوي ارسلت لك اليوم مشى. انا وياك كنخرجوا نقلبوا على خدمه بجوج. كاين غلط ماشي ديالك، ديالي انا اللي تخطفها، كنت مشيت المسؤوليه. لا بالعكس انا قدها. انتي؟ اه انا، وانا غادي نريقل هذا البروبليم. شاب ميمو غادي يرجع وغادي يدير ليفينمون ديالو عليا. بونجور سيدي، معك زينب. انا اللي كنت كنعيط لك على خليني غير نشرح لك السي الزواق. ما عندي ما اسمع لك، ما عندي ما نقول لك. اختاري نوتي الاخر وهذا الشيء من حقنا. ما فهمتش، اتفقنا على كل شيء. ما عنديش وقت الله يخليك مرضية معاك. واش حقنا شي مشكل؟ الو وي لالا لحاشا. مرحبا لالا. مرحبا مرحبا مادموزيل زينب. كنت خادية الشاب ميمو أم سنية. زينب جيهان صافا؟ لاباس عليك؟ صافا 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 الحمد لله. أنت لاباس؟ شوية ولكن صراحة مقلقة منكم. ياك لاباس، واش ندرنا لك؟ الشاب ميمو كان غيجي يدير ليفينمون ديالو عندنا، ومشى عندكم الام سويت. ام سويت عندكم؟ اي ام سويت عندكم. معليش هاد المره ساحتنا مرجعي عندكم. كلشي كان غادي مزيان، ولكن هذاك المراد ديالكم هو اللي جرنا عندكم غير بالفن. مراد؟ كيفاش؟ مدير ديالنا صاحب المناجر ديال الشاب ميمو، هو اللي قال ليه بلي مراد عنده شي دوسي وبيه جرو. واش متاكده جايه من هاد الهضره؟ 100%. عيط المناجر ديال شاب ميمو. ماشي جون فاسون ديريكت، ولكن واحد الصحفيه الاكس ديال مراد هي اللي عيطت للزواق. المناجر ديال شاب ميمو والمدير ديالنا عرف الدقه منين جاتو. ملي انت عارف راسك تقدر ترجع شاب ميمو بالتليفون واحد منك، علاش ما حنا خلينا كنجري موراه؟ انا ما بغيتش نهرسك، بغيت نخليك دير انت. بالعكس انت كيهمك غير تسخسخني وصافي. ما تقلقش راك انت مول العقل السي مراد، ما تديش عليها. البنات هما هادوك الله يهدي ما خلق. وانا كاع ما سولتك مالها. دا في خدمتك المدني. ديها في خدمتك كاينه، غاتستاهل المدني. نسينا واحد النقطة مهمة. ما كاينش اللي غادي يطيح عليا النقطة ويطيح عليا نصي قدك أنت يا سلوى. بالله عليك واش أنا جبتك تعاونيني وتلقاي لي حل ولا بديتي تشفي فيا؟ اليوم خصنا نعرفوا واش حتى هي كتغير عليك وكتبغيك ولا لا.
حتى النهار الاخر حتى النهار اللي قرب القلب ديالي سكت عاد جايه كتهدديني ويلا ما كنتش كنعجبها بغيتي تفرتكي لي هذا المشروع بغيتيني نعاود مال الاول كيقول المثال اللهم عدا بنهار ولا عدا بسنين وزيد ما تعرف تكون حتى هي كتبغيك حسنية او حمقه وهبيبلا ياك انا حمقه وهبيبلا لا لا حمقه الحمق والهبل هما سوسيولوجيين ماشي مشكل المره اللي كانت كتبغي الراجل كتبان عليها شنو هو الشيء عاوتاني منين جبتي لي هاد الفلسفه اشرحي لي ودابا شكون اللي حمق وهبيل انا ولا انت ما تديش عليا انا مريض انا معقد انا عمك دابا سمعني يا عمي اش غنقول لك خصنا نقادو ليها شي حاجه نتيستيو فيها الغيره ديالها مثلا تخرج مع مولات الصبا شوف كتغدى انت وياها هنا حتى المراد صافي انا نتكلم شكرا ولا تعرض على الغسيبسيونيست انا وما لي انا انت شتي هذا سوي كلاص هو اللي غيخرج عليك ايوا عاد وضحتي ليا معاك شي حاجه تقدر تزيد عاد وضحتي ليا وكيلا انا كنتي راه سي فاسين بغيتي شي حاجه اخرى تبالي نو شكرا عندي لا بوز كنت نسمعك شويه مراد بغيت نهضر معاك من بعد زين لا خاصني ضروري نهضر معاك الموضوع مهم بزاف انت لالا ما عندك خدمه عندي لابوز سالات قدرت نوضي تخدمي خدمتك نوضي اجي زي معك بلاطو شنو بلاطو حتى انا غادي ندير كثيره شغلتي شغلتي ما عرفتش علاش ما تعجبنيش شكون فاسون الا كانت كتعجبك اصلا انا مالي شغلك هذاك علاش مدخله فيك انا كاع هاتي شنو نوض نكمل خدمتي حسن حتى انا جايه باش نخدم ماشي باش ندير بوز زين بغيت نعرض عليك نعم بغيت نعرض عليك فين غدا اوف ديالنا فين ما بغيتش فين ما بغيت واعره بزاف ياك مالك شتاليك مالك صافا مالك كندخل بلايص العارين وعلاش ما قلتيهاش ليا انت اللي قلتي ليا نمشيو فين ما بغيتي ما قدرتش زينب شتي بغا تجي هنا كنخصني ضروري نجيبك نعاودو هاكا نضحك معاك دابا نمشيو فين ما بغيتي انت كنشوفك كضحك فراسك انا اول مره غنجيب معايا شي واحد من البلاصه المقدسه ديالي فين تعلمتي خيريه عشت تما ملي كانت عندها 4 سنين على اساس الله يذكره بخير كانت تعزف لي الموسيقى وكيبقى يلعب بزاف كنجلس معاهم قحاديه
تعلمت من وليت راسي كنلعب شانها. مع عائلتك؟ والدي ما تمشوش في سيدة. شوما كانوا قطعي مش أزرع خساسي في الخير يا بس كنت سنة شي عائلة تتبناني بس كنت سنة 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 وجدت يا عائلة صافي وانا كبرت وليت مراد مش كنت عامد انا راسي مش كنت عايش ولا فنيش بوحدي تبارك الله عليك لان انت نجمه جيت باش نقول لك بلي انا كنموت وكندوب على شي حاجه سميتها الورد لي فلوغ ولا سمحتي لي غادي نبقى نجيب لك الورد طول حياتي حتى نتخشى انا والورد في القبر حيت انا مريض انا رومانسي انا احب الورود خذي مني هذا العربون عربون عز الدين انا ما كنبغيش المرض إيه ولكن على الاقل انا عندي مع الورد خذي من هذه الوطره كلفتني طاقه كبيره باش نخرج هذا الكلام ونقول شكرا لله سيمانه ولا كنحفظ فيه في الاخر قال لك انا هكا داير بيني وبينك عجبتني صراحته واش خبركم بلي ما بغاش يمشي للاوتيل الجديد مدير على وديتي انا اول مره كنشوفو كيضحك واش خبركم اول مره كدي معاه شي حد هو كيعزف الموسيقى واش خبركم ما داكش جوج قلوب اللي في السما ديالكم راه عليا الظروف شويه انا ما عندي حد ديك عاد كنتي في رونديفو نسات مسكين عاودي شنو وقع حتى ما نعاود لكم وماشي هذاك الشيء اللي على بالكم انا اصلا من الاحسن نبقى بوحدي علاش عندك انا عندك زينب انت ماشي بوحدك قفرناها سعاده ولات حنينه كيش حال زوين داك الاحساس عمولات الاحساس عيد ميلادك راه قرب شنو غنديروا فيه نخرجوا حنا بثلاثه بحال ديما إلا بغيتو عندي واحد لا بروبوزيسيون اشتهر لكم نخرجوا بخمسة شكون بخمسة؟ أنا مراد أنا وعز الدين وأنا والريح ما بقيتش فيكم أختي غيسيروا بالصحة والراحة شاب لي الله راسي أنا هي ديك الخايبة صاحبة البطالة في الأفلام كنضحكوا وراسكم تزيدوا في راسكم انا غير البوكوسا فيكم غير ما عندي زهر حتى حاجه خير دو فوا تبارك الله عليكم شادني مهضر مع الصحافه كلها وقال لهم انه كان ارتاح لنا الحمد لله هادشي اللي بغينا
سي مراد بالي سي الزماني غادي ناشط فرحان داف خدم سكن المدني ياك تستاهل المدني يلا سير. سميتك ساك باردون ما عرفتيني شكون وقيلة انا ماها الزماني ومن بعد عندك اي فهم الادب قلت لك عجبتك المسرحيه علاش عجبتني المسرحيه واش هذا سؤال انا كنموت ونكز على شي حاجه سميتها المسرح ايوا غير هو راه احسن نهار عندي في حياتي قدمتيه ليا ومن وراه دير صافي صافي هادشي كاع كيمشي عمرني تخيلت مع بعضي اسف حتى انا بصراحه كيتجاوز بينين مع بعضهم تسامحك شوف شحال فرحانين قلت لي قلبي دابا وغتولي لابسه حق الله قبل لا غوب الله يحفظ يا ربي على فاه بينا فيهم فرحانين بزاف شي فرحان بزاف متأكدة زعما ما كنتيش باغا تدوز عيد الميلاد ديالك شي بلاصه اخرى بالعكس انا مدوزه مع اكثر ناس كنبغيهم في حياتي ياك بعدا ما تعرف امري انت راه عارفني شنو بغيت امري زيدني في الصالح ايوا يلا كنا كنضحكوا هي انا لا لي انا انا راه ما عنديش ليا راجل مكتشف باش نقول لك امي شنو ما نقول Joyeux anniversaire. Merci. Tu te dis que je vais te dire là. Moi, tu es ici, c'est qu'il y a un peu de temps. On a dit qu'on a dit. C'est pas un jour, c'est un jour. Joyeux anniversaire à toi. Malheureusement, on a fait un plateau comme ça. J'espère que tu passes une bonne journée. C'est un jour de la vie. J'espère que tu passes une bonne journée. C'est un jour de la vie. Monsieur, ça va? Et vous? Bonjour. Bonjour, ça va? Merci beaucoup de votre accueil en tout cas. Bienvenue. Et à très bientôt. À bientôt. Bonne journée. Bye bye. Merci. Bye. Au revoir. Bye. زينب بونجور هاي 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 ديال ولادتي كله ديالي انا ود لانيفيرسير ديالي انا لا بصح جويز انيفيرسير محلي نسيت اجي بعدا تاكلينا في الكاطو السماع وداك الشيء وداك الشيء الناس اللي عندهم صغار هاي كلها ديالك بصح وي ملي ندير لانيفيرسير نعيط لك خليك ليلي بلاتي 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 تفكرت ما شتي شنو شفت هاد الصباح مفاجاه ياك لاباس شنو كاين مراد ديالنا مال واقف مع بنت الزماني دخلها ديال لوطيل ومن بعد شدها في يديها ضحك معاها سبلها في عينيك احنا اللي دوز علينا العذاب شدها في يديها يا لالا ما ساجدك مراد ما كاين عرفتي شنو قري طيصه البنت من بعدا حمقتني هاجي هاجي تانا نقولك شي حاجه ماشي زينب ديروك ديروك كملي خدمتك حتى انا ما ساهلاش يلا مرا اختي قلت لك مراد انا قررت رسميا باش تكون انت هو المدير ديال لوطيل الجديد شرف كبير لي السي الزماني ان شاء الله ندير اكثر من جدي باش تكون بالثقه ديالكم انا متاكد من هادشي بغيتك عافاك من اليوم تركز على هذا البوست الجديد نسى المهمه ديالك هنايا اوكي كون هاني السي الزماني راه حاجه اخرى بنتي معا غادي تكون معاك حيت هي قرات هذاك الشيء ديال الديزاين وباغي توقف على ديكوراسيون ديال لوطيل الجديد بيدها دايوغ توت الوغ كنت خارجه نشوف واحد دو فورنيسور هنا سور مراكش اي سون تري بيان دونك غادي ناخذهم لعندهم صوف كو غادي خصنا نمشيو حتى لكازا نشوفو دوطخ فورنيسور دونك نمشيو اونسومبل نمشيو اونسومبل
Oui, nous sommes ensemble. Ciao, Anna. Où j'ai déjà confirmé les rendez-vous au réservé de l'hôtel. Donc, inchallah, monsieur. Ok. كان جينا بزاف. كرشاه ما عرفتش علاش. كاين واحد سكات في شكال بحال ماشي في مراكش. صح. سمعي بحال كاين شي موسيقى خفيفة. سمعتيها؟ عيطت لك الصباح ما جاوبتينيش، مشيت عندك البيرو قلبت عليك وما لقيتكش. قلت غادي تكون مشغول. ها وي بصح تسمع بسيو الزمان. اوكي قولي برك. برك علاش؟ اوفيسيلمون انا هو المدير ديال الوطن الجديد. واو برك عليك. اي بارك فيك. تستاهل صراحة، عرفو يختار كان ما قلتيش لي من الاول. كنتي الوحيدة اللي في خبارة دابا. الأيام راكم شغل بزاف. شي مشكل، ما عاونك. حتى عندي ديبلاسمون مع مها. مها؟ مها الزمانية؟ وي. واش دخلها في هادشي؟ أنا ما عرفتش. بابا بغى يلصق فيا اش غندير ليه. سعيدة. شكرا. تفضلي. عزتي شنو هذا؟ خاتم. هي عرفته خاتم. أنا إلا ما عجبكش نبدلو لك. فيه شكيلات كي اللي فيه هذاك بولا كي اللي فيه جوج بحال هو ماشي أنا بوحدي اللي شفته. أنا كانت عندي الرغبة ولكن اللي شريته لك هي سلوى. حيت سلوى قالت لي كتعرف شنو كتبغي أنت. زوين. دابا غادي نرجعو لمولاه نقول له راه قالت لك زوين. شكرا لله بارك الله فيك. سيدي واخا. واخاش؟ واخا. لا واش واخا لا واخا ولا عواخا. أسيدي واخا أنا قابلة نتزوج بك. لا لا أنا مزوج لك في الله إلا ما عاوديها بصوت عالي. أنا قابلة. وأنا نقافة. أنا سعيد. أنا والله ما عرفتش ناكل ولا نلعب مسيفة. لا 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 غير كون مكرانا. شكون درنا لك الشعر الراسية فعلا تاركة؟ واش بغيت تمشي على الراسية وتهز فوق العمارية ونبقى ندور تجيني الدوخة مي صافا؟ ومالك أختي إلا ماشي هاد الزين كله درنا ليه العرس لمن غنديروه؟ لا حبيبة ديالي أنا براك عليا أنت وزينب وحبابي اللي قرابين. ديك الهايلالا ما عندي ما ندير بها أولا زينب. حنا بغينا نفرحوا بك زعما. زينب. وزينب. نعم انا معاكم البنات. تسناو كنعيط لمراد من الصباح ما كيجاو. هو غيكون صاحبتي غير خدام. رخي على السيد شويه. هو كيعيط البنات. سبقوني سبقوني عافاكم انا جايه. خليني بون كوراج. انا بعدا والله لا نسيت تدي معاك البغاسل. ويا الو الو زينب. وي مراد سافا؟ زينب شحال من عيطت لك كنلقى تليفونك اوزر. حتى انا من قبيلات وانا كنعيط لك وقيله غير من الريزو. المهم انت صافا ماشي مزيان. صافا انا مع سعاده. انا والبنات كنوجدوا راك عارف ما بقى ليها والو العرس. اه وي وي قال لي عزتي بلي غادي تزوج غدا. ياك غادي تجي ياك؟ بيان سور غنجي. بون خليك دابا كيتسناوني باش نبداو الاجتماع. اوكي سامارش يلاه بسلامه زينب.
الو وي مراد ان شاء الله يفرحك حتى انت هاي صبح لي بزاف حتى انا جيت كنجري من البلاط للطوناج ضروري كنت باغي نشوفك ميرسي جويز انيفرسير ميرسي وصلوني لي كادو ديالك ما كان عليك كاع تهتب راسك بصح شتي طيش عقلتي انا شحال هادي كنا انا وياك اول وحدين كنقولها لبعضياتنا عقل الصغار حتى عقل الكبار كاين شي حوايج عمرهم ما كتبدل كنت كنقول نفس الهضره بحالك ياك ولكن كنت غالطه حيت بعض المرات كتجي شي حاجه اللي كتبدل لك حياتك بلا ما كتحس ياك عمري تصورت انه غيخلي بلاصه كبيره بحال هكا تخيل انا هدي نهار واحد دابا باش سافر مراد كنحس الدنيا خاويه بلا بيه شوية زاني درسي كون صار صفقت قالوا زبا خيس السفر هو هذا شوية غنقلي سجاحي الو وي زين لا انا وصلت المطار شوية غنجي قال لك ماشي مهدي محبوب نزل عندنا في الاوتيل نزل عندنا علاش ما عرفتش سمعت كيقولوا عنده شي قصه حب مع شي وحده خدام في شي اوتيل في مراكش انا كنت كنشوف شي وحده خدام عندنا شفت خربيق هذا انت شوف شفت هاد لا فوتو ديالهم اونصومبل ا مون افي كيبانو كوبل ديال بصح العدول سمحوا لينا راه السي مراد حججتو معاه انا راه ما نقدرش ندير شي حاجه الا ما كانش السي مراد عز الدين تهدن تعطل عز الدين واليوم راه نهارنا صافي وقت ما جا ما نعاودهاش مع سعد هاني جي مرحبا مباركم سعود الله يكمل عليكم بالخير شكرا ها هو سيد العدول ها هو تعطلتي مراد طريق خلعتيني عليك مبروك اخويا السلام عليكم مبروك انا مبروك انا نتزوج اليوم تاع تزوج غدا قال لك مبروك شفت كنظنش كيفاش ما كتظنش ياك ما فردكتوها تزوج انت بعد عاد فكر في ناس اخرين ما تغمقش عليا انا غنتزوج سمعوا العدولات اليوم دنيا وغدا اخرى الشهر الجاي هو انا سيد العدول الله يخليك كتب لنا الكاغد ديالي انا والسعاده الزوجه ديالي اسم على مسمى سعاده الله مبروك مراد على السلامه شكرا هذا النهار كيفاش ربي سبحانه وتعالى حقق لي الامنيه ديالي الزوجه ديالي اللي شحال وانا كنضارب وتقاتل ربي كبير مراد اخويا يخليك ليلي الله شي يخليك ليلي مشات ليا فيها ميزانيه ديال الفلوس غاد من النوار نطلبك واحد الليله اليوم اهو غدا ابدا مسافره غدا تخسري لي فوجه قدام خويا مراد يلا وقول شنو بغيتي سمعيني صوتك واش بلا موسيقى راه مايمكنش ولا بالمعزة أنا لحبيبي وحبيبي إلي تقلب لدي اسمع يا عصفورة بيضة لبقى تسألي لا هذه لا يسأل حدا صول ولا يعتب حدا أنا لحبيبي حبيبي إلي كل شيء لي ما قالش هي كيدخلني الشك بعد غادي ناخذ لك خاتم صافي غير كلمتو اش راه كيوقع شكون اللي صورنا ما عرفتش كنا جاي داخل في الريسك ديال الميتشي هادي خدمتك انت انا مالي مهدي انا غير بنت عاديه
اوكي فهمتك، ولكن راه ما تزيديش فيها عاوتاني. سي بون يومين وكلشي غادي ينسى. عندك كلشي ساهل من ديما، كلشي غادي ينسى ياك. مراد ما عمرو غادي ينسى. مراد صدعتي ليا راسي. سي بون فهمت. ملي جا حتى شوفها ما كيشوفهاش فيا. دابا غير قولي شنو بغيتي ندير؟ شنو؟ درتي بزاف وانا عييت امادي زينب بعد مني. حلفت لك بالله، قلت لك تبقى مع فوت هادشي ديال لا فيديو. شنو بغيتي؟ انا جيت وصلتك هنايا، هو غيجي غادي نفسر ليه كلشي. كيس تو فو دو بلوس؟ تفسر لي؟ انا اللي غنهضر معاه ماشي انت. مراد غير سمعني هفك. شو تقول شي بعيني ما سمع والو. مراد انت ذكي، تيقتي تصاور وكذبتيني انا. علاش انا ما تيقش الهضره اللي قالوا لي عليك انت وما كما كتعرف شنو بينك وبينه؟ ماكش غنتيا باش تقول لي كان بيني وبين. اما دابا ما كاين والو من غير العشره وجورة ديال السنين. اش كاين مراد؟ مراد بيتي هاد الهضره ما تقربش ليا. ما تغوتش. اون سيكسبيك اونتر هوم. ما هادشي ديال الغوات ما ديروش معايا انا. ممتي لي الدريات. شنو هو؟ مراد لا شنو ريسبكت باركا. مهدي سير في حالك، خلينا احنا بسوش. سير في حالك. مراد حسيت فيها؟ وصلنا لهادشي كامل. عندك الحق، النهار الاول ما كانش خاصني نوصل معاك لهادشي كامل. خلي خدمتي وتابعك. اون بليس الخدمه اللي كانت كتجمعنا ما بقاتش. من غدا ما تبقاي تشوفيني ما نشوفك. هادو هما اخر كروكي خرجوا ديال لا ريسبسيون. انا عجبوني. انت اوكي؟ لا انت واش عجبوك؟ انا غنمشي نكمل خدمه في بيرو احسن. بقى معايا انا قنطانه.
طلعتي شي صاحبتك؟ ما كنعرف حتى واحد هنا. بقى معايا نشربو غير انجو وديك الساعه سير. كيعجبني حتاي. ندير لك اتاي. سبحان الله زينب. مسيو عز الدين اسمح لي ولكن ما غاديش نقدر نبقى هنا، خصني نشوف شي حاجه جديده. علاش؟ بلاتي قولي لي علاش. اش نعتني نوض صداع بيناتكم؟ تبغيني ندخل؟ لا صافي مسيو عز الدين علاقتنا سالات. نال الشيطان نال الشيطان. ولكن ميمكنش نسد عندك الاستقالة هنايا في الباركينغ أو موا أجي البيرو. مسيو عز الدين عافاك ما باغاش نشوف. ما عندك ما ديري به، هو أنت عزيز علينا حنايا، المؤسسة كلها غتفقدك بنتي زينب إلا مشيتي. حتى نتوما عزازين عليا، أنا مازال غتشوفوني، مازال معاكم في هذا الوقت كامل ديال البريفي ديالي. شنو غادي نقول لك؟ عافاك مسيو عز الدين. ما بغيتش نشدها ولكن غادي ندير راسي ما شديتهاش. والله يهديك الله يهديك والله يدير لك بشي عقل. راه حنا ما سخيتش بك. حتى أنا ما سخيتش بكم ورحنا عائلة. حسبي راسك وحدة منا. عارفة عارفة اللي كان مسيو عز الدين. شكرا بزاف. حتى بسلامة ما غنقولهاش لك، لا ربما تخمي وترجع. ان شاء الله. مسيو عز الدين بسلامة. بسلامة بنتي. صباح الخير ولا مس الخير؟ اش كندير انا هنايا؟ اش درتي ليا؟ والو غير شويه ديال دواء النعاس في اتاي. دواء النعاس؟ ياك انت اللي بغيتي اتاي؟ شتي مريضه ولا شنو؟ شويه ما تعصبش. في الاسطبال ثاني حوايجي. انا ملي كنكون مع شي واحد ما كنبغيش يتعصب. انا ما معاكش، اش بيني وبينك؟ اي بويسكون اونسومبل خاصك تكالما. كالما توا حبيبه. كيفاش كالما؟ انا نقول بابا كتخربيق هذا. لا راه بجوج غنقولوا لبابا. صوفك انا نقول له نوريه. بلاتي نوريك شنو نوريه الا ما بغيتيش تزوج بيا. علاش ماها؟ علاش؟ علاش انا؟ انا بعيد عليك بزاف المستوى ديالك. انا خدام عندكم. علاش؟ حيت قلتي لي لا. وانا حتى حد ما كيقول لي لا. واخا بابا كان كيقول لي ديما خاص شي واحد يقول لك لا باش يهرسك، ولكن هاد الواحد باقي ما تزادش. وحتى انت دابا غتقول اه. راني قلت لك عندي كلشي بحال بحال. ومو هنا ما غيصورني شي واحد. اش كاين؟ انا بغيت نطوي هاد الصفحه من حياتي، ولكن كنحس بحال الوقت هي شي حاجه هنا. شفتكم خو؟ خصك تفرغي، خصك تخرجي هادشي. عارفه مسيان ولكن ما كانش ولكن
باش كتكون دارنا شي حاجه ولا بغيت خصنا نخرجوها جو في الدنيا متي كونسيم تي سكري ميتي ديما باش تكون راسك عامر ومبرز داك شي حاجه وقفي قدام شي حاجه خاويه بحال دابا وتفكر قاعد في المشاكل غوتي خرج هذاك الشيء كله تقول فيها في توا كونفيونس وتفكر كاع هادوك المشاكل بحال غادي تلوحيهم لبرا مراد علاش مراد علاش العام ولا ديال 20 عام ولكن الحب ديال الراجل بنى حياته وعارف راسو شنو باغي وانا باغيك انتي فاش شفتك فاق فيا هادشي كله وعيت وي وفهمت علاش عمرني ما بغيت وعمرني ما طولت في شي علاقة أخرى من غيرك انتي فاش جيت لانيفيرسير ديالك تمنيت نقول لك الهضرة كلها ولكن كنتي كتهضري عليه غي عليه زين أنا كنبغيك ودابا كلشي تبدل ياك ياك زين لا ما جابليش الله كاع عندي هاد الربج هذا كان اوف ولا لا ولا لا ولا لا يلا مالك انتي صافي غتمشي وتخلينا فين غنمشي ياك الدرد عز ديال لاصقه في الاوتيل نتوما جوج خطوات وهانتوما معايا انا لالا شاك جوغ تنغني هنا راه حتى شي حاجه ما غتبدل بالعكس كلشي غيتبدل حتى زينب بغات تمشي من الاوتيل ويا انا زين ما فهمتش مالها مع مراد ما عرفتش اختي ما بغات تقول لينا والو انا مخلوعه عليها بزاف لا عندك مناش تخافي زينب راه قوية واخا كتبان هشيشة ماشي فحالك انتي كتباني قوية ولسانك قوي صح ولكن الدخن ياك دايره بحال شي بسكوي باش عرفتيها حيت انا وياك بحال بحال كنخافو نتقصع داكشي علاش كنسدو الباب وما كنخليو حتى شي واحد يدق علينا ولكن راه ماشي حل سر ماشي حل اختي حيت بصح الوحده صعيبه يلا نخرجوا زينب يلا نخرجوا شويه غيسيام ما فياش اصلا خصني نكمل الخدمه قبل ما نمشي نوضي الخدمه راه ما غتهربش صاحبتي تاني سديت لابوتيك وبغينا نخرجوا نبدلوا الساعه بخرى ونشبعوا منك قبل ما تمشي بلاك 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 شري ما يوصل من بعد بغينا نخرجوا عافاك لا ضروري قنبولة ترتق فيك ان شاء الله هاتي مرات الباترون صافي هاكي هاتي مقراي هاكي هاني انا كوا مالك هنيئا للآنسة مها الزماني وللسيد مراد شامور لإعلان خطبتهم قريبا دامت لهم الأفراح زين ضروري حنا اللي نديرو لهم حفلة الخطوبة ياك؟ لا اجي مكرطسين الصراحة يا ربي جوج قرطاسات لهاد الفم يا ربي سيري عافاك بدلي ساعة أخرى لا يلا البنات هاني سبقتكم يلا زينب يلا خرجوا شوية جيتي داكشي بس ما كاين خلي لي ميساج تاعك واش كاين شي مشكل كاين المشكل اسيدي شكون هي ديك اللي كنتي معاها داك النهار شكون هادشي داك اللي قالوا لي طويله ولا قصيره ولا ما نعرف شنو دوك العينين عندها خارجين عرفتيها سي ياسمين ما كوزيناش تسولي فيها كيفاش علاش كتسولي من حقها سيدي نسول انا كنغير
وزيدون هاد العلاقه بغيتها تولي تري بيرسونيل. عرفتي شنو؟ ما بقيت باغا والو. ونزيدك اخر مره تعاود تجي عندي ولا نشوفك. ونزيدك عاوتاني ما تعاودش تهضر معايا ولا تعيط لي ولا تصيفط لي شي ميساج. صافي فهمتي ولا ما فهمتيش؟ فهمت فهمت اسلم. زينب هذه فرصه فين نقول لك تبارك الله عليك ونشكرك على انك قدرتي تصوبي هذا الشيء كله بوحدك من الاول للاخر. لكن عندي سؤال، كيفاش عطاتك نفسك تصوبي شي حاجه ما ديرتكش؟ الا سيبت نهضر معكم واش دابا مقتنعين بهذا الزواج اللي باغيين ديرو؟ وي بابا سولتيني الف مره وكنقول لك راه انا كنبغي مراد ومراد كيبغيني. واش كتقولي؟ اه انت سي مراد كتبغيها؟ طبعا انا سي زماني مادام غنتزوجو راك سمع عليا فيك قلبي اللي بغاها نسمعها. كيبغيني يا بابا كيبغيني. هادي خدمه بحال اي خدمه خدمتها هنا من قبل. تبارك الله عليك. خصني ضروري نكون حاضره فيها. شوفي شنو ولا قايم قابلاني في كل حاجه تمنيتيها. سمحي لي. مرحبا 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 مرحبا. بيني وبينك ما فهمتش التصرف اللي دار مراد الصراحه فاجأني. بقات فيا غير صاحبتنا بصح هي واقفه على هادشي. انا بلاصتها غنشد ديك خيتي غنضرب عليها بواحد النتفه نجمع شطيطي ونزيد. لا صاحبتي زين برا قويه وزيد من هذه الازمه وغندوز هو اللي خسر. كل شيء على احسن ما يرام. تو بيان. شكون اللي تكلف بهذا الشيء؟ ماشي انا زينب. Whatever. ماشي كاع هادشي اللي كنت باغا. كنت باغا دي طابل، كنت باغا دي غوز، كنت باغا شي فرقة موسيقية، كنت باغا شي حاجة ستيلي بحالي. حيت هادشي علاش اختارني مراد. أنا بالنسبة ليا واللي عارفة أن هادي غير حفلة صغيرة. إعلان خطوبة. إعلان خطوبة. أنت قلتيها. يعني أون ديكلاراسيون دامور. كاينة. كاينه كاع بقات كتهمنا حتى الديميسيون بغات كنغيط معنا في مراد يرجع ليها. هادي مالها وحلا لها زينب هنا. مي بون سي با غاف حتى العرس وندير نحسن. دابا دخلت عليك والله عجب السطح السطوان. بصح عجب ما هذا زماني زينب. تشديني عليها، تشديني عليها الله يعطيك الصحة. والله ما نجاوبوهاش كثير. مبروك يا سي مراد. واخا ماشي من عادتي نقول مبروك لشي حد خسر. سي زدين عنده الحق، عنده الحق السي مراد. أنا فرحانة بزاف. أنا ومراد قررنا نديرو الحفلة ديال إعلان الخطوبة ديالنا مع الناس ديال الأوتيل حيت هنا تلاقينا أنا ومراد أول مرة. ياك مراد؟ قبل ما نهضر بغيت نعترف قدامكم بواحد الحاجة. كاين واحد الإنسان هنا غلط في حقه بزاف بغيت نطلب منه السماحة. زينب زينب انا ظلمتك بزاف حيت شكيت فيك انت يوم مهدي. ولكن عرفتي علاش؟ كانت فيه الغيره. لا ما كانتش فيه الغيره، كان الضلوع ديالي كيت كطول الغيره. كانت الغيره زينب بغات تقتلني. سي الزمان يسمح لي ما نتزوجش بنتك. عرفتك غتقلق وما تعطينيش لوطيل تقدر تزري عليا كاع كيهمنيش. اللي كيهمني زينب هو انتي. انا كنت اناني بزاف
كنت كنفكر غير في راسي والخدمه بغي نوصل بغي ننجح كنصحاب الحياه كلها هي هادي زينب انا مريض انا مخربقه زينب ما بقاش كتحل لي شي حاجه زينب عرفتي علاش حيت شي ما كايناش في حياتي زينب زينب انا خاصني حاجه وحده هي انتي زينب فينك زينب انت قلتي كلشي يا مراد ولكن ما قلتيش داكشي اللي انا باغا نسمع زينب انا وقيلا اول مره غنضحك في حياتي ضحكت معاك انتي خلي زينة زينب نخرج الضحكه من القلب خليتيني نعرف ان الحياه ماشي غير فلوس الخدمه النجاح خليتيني مراد واحد اخر خليتي قلبي كله معاك زين انا خليت كل شيء على قبلك ولكن انت خليتيني خليتيني يا مراد زوجي بيها Thank you.